كشفت مواقع فنية عربية أن الفنان العراقي كاظم الصاهر سيحتفل بزفاف ابنه الأصغر عمر يوم الجمعة 30 غشت الجاري، ولأن العروس من أصول مغربية سيكون مكان الزفاف في المغرب وفقا للعادات المغربية والعراقية. تضيف ذات المصادر العروسة هي طبيبة واسمها نور الدخش، وقد احتفلت بخطوبتها على عمر في شهر مارس الماضي، ومن المتوقع أن يحضر القيصر أغنية خاصة للعروسين كهدية منه لهما في هذه المناسبة السعيدة.